السلام عليكم. تم بمناسبة 5 جويلية تدشين محكمة مستغانم الجديدة والواقعة بطريق وهران، وهذه المحكمة عرفت تأخر كبير في الأشغال، والحمد لله الآن تم تدارك التأخر هذا وافتتاح المحكمة الجديدة هذه بمناسبة 5 جويلية. وكما نعرف أنه في خريطة لبناء محاكم جديدة في كل ولايات الوطن، وكذلك مجالس قضائية جديدة، ولابد أن يعلم يعني الخاص والعام أن هذه المحاكم ضرورية إذا أردنا أن نحكم القانون في هذا البلد، وإذا أردنا كذلك أن نذهب إلى دولة القانون. لا بد أن القضاة يعني كل القضاة وكل السلك القضائي يعمل بظروف في ظروف مريحة وفي ظروف جيدة، ليكون المهمة تاعهم تمشي في أحسن الظروف، والملفات ما تتبحرش، وال يعني التقاضي يكون في يعني أحسن الوسائل. وهذه معروفة في كل دول العالم، الدول اللي تحترم نفسها وعندها يعني قائمة بذاتها ولا تزول بزوال الرجال، الدول هذه عندها مؤسسات يعني قومية، مؤسسات وطنية، وخاصة في مجال القضاء يعني البنايات بصفة يعني البنايات دائما تكون البناية الأكبر حجما في أي منطقة تلقاها هي المجلس القضائي ولا المحكمة، تكون عندها هيبة أمام المجتمع لفرض القانون. القانون يعني إذا أردنا دولة العدل والقانون، لا بد أن نبني هذه المجالس القضائية ونبنيها بالشكل اللائق. هذا أمر يعني نشوفه في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في دول أوروبا، مجالس القضاء بناءات كبيرة جدا وعندها شكل معماري فريد. يعني هذا أمر طبيعي، وإحنا الحمد لله الجزائر خطت خطوة كبيرة في بناء هذه المجالس القضائية وهذه المحاكم في كل ولايات الوطن، وحتى في الدوائر فيه محاكم جدد في الدوائر، وهذه في خريطة تعم كل الوطن، والمشاريع راهي ماشية، وكان كثير من مجالس القضاء تم فتحوها، وراهي كاينة فيديوهات كثيرة، كاين عندي بلاي ليست مخصصة إلا لمجالس القضاء والمحاكم في الجزائر، وتقدروا تطالعوا عليها. ولازم نفتخر إذا أردنا أن نقضي على الفساد ونقضي على التسيب ونقضي على الجريمة وكذا، لازم نطور، لازم القضاء نعطي له الوسائل به يقوم بالمهمة دياله على أحسن وجه. والسلام عليكم.